نظمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لمائة وإحدى وأربعين حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء. 51 فحصا عمليا و 18 فحصا بالاشعة فضلا عن 32 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنه وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الاحمر